أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله عز وجل الذي ليس لفضله حد ولا لنعمائه عد، فنعمه على خلقه متوافرة وآلاؤه متكاثرة، ولكن أين الحمدون وأين الشاكرون؟ نعم الله علينا كثيرة يقصر العبد عن حصرها وعن الإحاطة بها في أبداننا، في أعمارنا، في أولادنا، في أموالنا، وما بكم من نعمة فمن الله. ونشهد أن لا إله إلا الله، نشهد أن لا إله إلا الله الذي إذا شاء أمرا كان، وإذا لم يشأ الله أمرا لم يكن. شاء الله بطول عمر إخواننا، ولو اجتمعت الأمة والخلق أجمعين على أن يلتمسوا ساعة لأعمارهم مددا ما وجدوها بالملايين ولا أدركوها بالدولارات والدنانير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله وهو القائل صلى الله عليه وسلم هو القائل: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ أرجو التركيز. أقربكم مني مجلسا ممن؟ من أشرف الخلق وأكرم الخلق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الموفقون أكنافا مثل المتواضعين الذين يألفون ويؤلفون. سبحان الله، أليس ذلك إعلاء لشأن الأخلاق الفاضلة؟ اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه.